مشتركي سابوراني. في الفيديو هذا باش نعطيكم ملخص صغير على درس الطقس، التيارات الهوائية والتكهنات الجوية بالنسبة لتلاميذ السنة الثامنة أساسي في مادة الفيزياء بالطبيعة. الدرس هذايا فيه مجموعة من التعاريف اللي أنا باش نحاول نسردها لكم، فيه برشا لهنا رموز على خاطرنا نحكوا على التكهنات الجويه الميتيو معناتها، دونك في برشا رموز، في برشا تصاور باش نحاول نوريها لكم لهنا ونبسط لكم المعلومه باش نتوما بالطبيعه تخرجوا فاهمين الدرس نتاعنا. اول حاجه باش نبدا بها واللي هي التعاريف، باش نحاولوا نعطوا التعاريف المهمه في الدرس هذا. دونك بدنا نحكوا على الطقس، نحكوا على الغلاف الجوي. إذا لهنا مهم إن نعرفوا شو معناتها الغلاف الجوي. إذا هو غلاف من الغازات المختلفة. تو بعديك في السنوات القادمة تعرفوا شنو هما الغازات هذوما اللي مكونين الجو، يحيطوا بالكرة الأرضية تحت تأثير قوة جاذبية. قوة جاذبيتها اللي هو الكرة الأرضية إلى ارتفاعات غير محددة. ويقل الضغط الجوي مع الارتفاع، معناتها أنا كل وين نمشي ونطلع الضغط الجوي ينقص. معناتها مش كما الضغط الجوي بحذا البحر، كما الضغط الجوي في قمة الجبل مع الارتفاع وبالتالي تقل كثافة الهواء كلما ارتفعنا عن سطح البحر. اذا لهنا وقت اللي تقل كثافة الهواء كلما ارتفعنا عن سطح البحر قلنا اذا يقل الضغط الجوي مع الارتفاع، معناتها كثافة الهواء تمشي وتقل، فما ضغط جوي والكثافة متاع الهواء مرتبطين ببعضهم. فهمنا؟ هذا هو تعريف الغلاف الجوي. نمر للتعريف الموالي اللي هو تعريف الطقس. لازم تحفظوهم التعريف هذوما، انا نحاول نعطيكم دي ديفينيسيون لهنا شاملين اللي فيهم كل شيء. اذا الطقس هو عباره عن حاله الهواء الذي يحيط بالارض هواء بارد هواء حار هواء غائم هواء صافي. اذا لهنا قد يكون الطقس عفوا باردا او حارا، غائما او صافيا، عاصفا او هادئا. المصطلحات هذوما مهمين برشا في التكهنات الجويه في الميتيو معناها. وقد يجلب الصقيعة او المطر، وقد يجلب الصقيعة أو المطر أو الثلج أو الثلج. كي التعريف الموالي هو تعريف المناخ. شو معناتها لهنا المناخ؟ إذا هو عبارة عن مجمل حالة الطقس إذا في منطقة ما لفترة طويلة من الزمن. دونك شو معناتها لهنا، شنو الفرق ما بين المناخ والطقس؟ الفرق بيناتهم هو انه الطقس هو عبارة عن حالة الجو اثناء فترة قصيرة. الطقس لهنا وحالة الجو
أثناء فترة قصيرة. لو يجيكم يقولكم أعطيني الفرق بينهم، بينما المناخ هو معدل الطقس لمنطقة ما، هو معدل الطقس. على مدى فترة طويلة من الزمن، نجم تكون سنوات. قلنا تنجم تمتد إلى سنوات، فهمنا؟ إذن هذا هو الفرق بيناتهم، مهم إنكم تعرفوا شنو هو الفرق. باش نعطيكم بعض المصطلحات الخاصة بالطقس. قلنا احنا لهنا انه عرفنا الطقس وحالة الهواء الذي يحيط بالأرض. بطبيعة باش نشوفوا بعض العبارات المهمة، واللي هي نبدأ بالعبارة الأولى واللي هي الحرارة. شو معنى الحرارة؟ هي الطاقة الحرارية في الغلاف الجوي. ثم حاجة مهمة، الجبهة. أكيد لهنا اللي يتفرج في النشرة الجوية عبارات هذوما مهمش غريبين عليه. الجبهة هو الحد الفاصل أو المنطقة الانتقالية بين شنو وشنو؟ بين كتلتين هوائيتين. بالطبيعة الكتلتين هذوما يلزم يكونوا مختلفين، إحداهما باردة وأخرى دافئة. إذن هما كتلتين هوائيتين مختلفتين في كثافتهما. إذن مهمة المعلومة دي. مختلفتين في كثافتهما. فما مصطلح آخر مهم لهنا في الطقس واللي هو الرطوبة. إذن هي مقدار كمية بخار الماء في الهواء. احنا بلغتنا العامة نقولوا انداء. فهمنا؟ الرياح إذن هي حركة الهواء أو الاتجاه الذي تهب منه مثلا، تهب الرياح الشمالية من الشمال. المصطلح الموالي اللي هو التساقط. شو معنى التساقط؟ هو الرطوبة الناتجة عن تكثف البخار والتي تتساقط من السحب، بطبيعة على هيئة مطر أو ثلوج أو مطر ثلجي. والتي تتساقط بطبيعة من السحب على هيئة مطر، هذيك التساقطات معناتها حاجة اللي تهبط اللي تنزل، مطر أو ثلج أو مطر ثلجي أو برد. المصطلح الموالي واللي هو السحب أو الغيوم. إذن شنو معناتها السحب أو الغيوم؟ هي عبارة عن تجمع مرئي لجزيئات دقيقة من الماء أو الجليد أو كليهما معا.
إذن ويتراوح قطرها بين 1 إلى 100 ميكرون. دونك ميكرون فوالا. إذا هذه الجزيئات ذات الأشكال والأحجام والألوان المتباينة بطبيعة باش تكون موجودة في الجو على ارتفاعات مختلفة، فيها بخار الماء والغبار وكمية هائلة من الهواء الجاف ومواد سائلة أخرى وجزيئات صلبة منبعثة من الغازات الصناعية. إذا قلنا السحب نجمو ندونوه، شنو فيها؟ فيها كمية هائلة، إذا لهنا فيها بخار الماء، فيها الغبار، فيها الهواء الجاف، كمية هائلة من الهواء الجاف، فيها مواد سائلة مختلفة لهنا، فيها بعض الجزيئات الصلبة المنبعثة من الغازات الصناعية. اوكي، دونك هذا هو ما تحتويه السحب. ثم المصطلح الموالي واللي هو مصطلح مهم جدا في هنا في محور نتاعنا اللي هو محور الطقس والتكهنات الجوية، واللي هو الكتلة الهوائية. إذا شو معناتها كتلة هوائية؟ هي كتلة ضخمة من الهواء تتكون فوق منطقة ذات درجة حرارة ثابتة، تتكون ذات درجة حرارة ثابتة. الضغط الجوي دونك لهنا عرفتولكم، إذا لهنا الضغط الجوي نجمو نعرفوه واللي هو هو ضغط أو وزن الهواء المحيط بالأرض في كل مكان وعلى كل جسم. إذا الضغط الجوي هو ضغط أو وزن الهواء المحيط بالأرض في كل مكان وعلى كل جسم على سطح الأرض. يمتد رأسيا من السطح إلى نهاية الغلاف الجوي. من السطح إلى نهاية الغلاف الجوي. إذا لهنا الضغط الجوي نقيسوه الوحدة نتاعو اللي هو الهكتو باسكال. فوالا، دونك شفناها مذوما في السنوات الفارطة. دونك هذا هو شو هذا بعض المصطلحات المهمة. فما منطقة الضغط المرتفع ومنطقة الضغط المنخفض. دونك الضغط المرتفع هي بطبيعة تكون لهنا المنطقة نتاعنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية مثلا في سيبيريا، والضغط المنخفض دونك لهنا في النصف الشمالي للكرة الأرضية. نذكره بطبيعة عنا قلنا نحن عنا زوز مصطلحات اللي هما الضغط المرتفع والضغط المنخفض. مادام حكينا عن الضغط الجوي باش نحكو على الضغط المرتفع وعندنا الضغط المنخفض. دونك شو معناتها الضغط المرتفع لهنا؟ الضغط المرتفع هي منطقة تكون فيها قوة دفع الغلاف الجوي المؤثر على الأرض عالية. دونك هذا هو شو معناتها المرتفع. بطبيعة لهنا تكون السماء صافية في مناطق الضغط المرتفع، ومن بين مناطق الضغط المرتفع بطبيعة باش نعطيكم منطقة في النصف الشمالي واللي هي سيبيريا. الضغط المنخفض دونك لهنا شو معناتها ضغط جوي منخفض؟ هي منطقة تكون فيها قوة دفع الغلاف الجوي المؤثر على الأرض منخفضة. دونك لهنا مرتفعة ولهنا منخفضة.
تكون السماء فيها بعض الغيوم، ومن أهم المنخفضات الجوية للنصف الشمالي للكرة الأرضية عندنا لهنا منخفض دونك معروف برشا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، واللي هو منخفض إيرلندا. فوالا دونك هذو هما بعض التعريف المهمة. نتعدى للجزء الثاني من الدرس نتاعنا واللي هو الأحوال الجوية وتكهنات الطقس. باش نحاول هنا نفسر لكم بعض الرسوم معناتها كيف يمكننا التكهن بحال الطقس. حاجه سهله برشا، يا اما نتفرج في النشره الجويه الميتيو دونك فما ناس خبراء واخصائيين في الارصاد الجويه، والا تنجم تو سامبلومون تهز عينيك معناتها دونك في الجو نتاعك في الفضاء وتحاول لهنا تتكهن بالطقس. فما سحاب ما فماش سحاب، فما ريح ما فماش ريح، دونك تنجم تعرف في الساعات القادمه هل انه فما نزول تساقطات ولا ما فماش. مي فما الاخصائيين في الارصاد الجويه بطبيعه عندهم لهنا الوسائل الممكنه اللي تخولهم برصد حاله الجو بطبيعه، واللي باش يسردوها لنا في شكل لهنا حاجات مبسطه. مي هما عندهم رموزهم وعندهم لهنا كل شيء خاص بهم. دونك انا باش نحاول نوريكم بعض الصور لهنا ونحاول نفهمهم بعض. الصوره الاولانيه هذه دونك نجمو نلاحظوا اللي هي صوره لسحاب، ولكن كيفاش يكون السحاب هذا؟ هو سحاب رقيق مرتفع اللي هو في شكل سحب خفيفة. هاكا نشوفوا لنا سحب، بعض السحب الخفيفة بطبيعة تنجم تشوفها فما من خلال السماء الزرقاء، معناتها السماء تبدا صافية زرقاء وفما بعض السحب الخفيفة. إذا هذا يتسمى السحاب الرقيق المرتفع. باهي دونك إذ رأيت هذه الغيوم فيمكننا التخمين بأن الغد سيكون هنا الطقس نتاعي مغيم. فما زاد السحاب الركامي المنخفض، فما الركام المزني، فما برشا أنواع لهنا. دونك كي يبدا الركام المنخفض لهنا شكل غيوم صغيرة متناثرة في السماء، نجمو نلاحظوها تبداش هكايا، دونك تبدا هكا غيوم صغيرة أما برشا دونك وتبدا متناثرة في السماء. بالنسبة للركام المزني يظهر في شكل سحابة كثيفة وسميكة، دونك نجم نشوفو نحنا مثلا سحاب برشا وسحاب في لون غامق، دونك نعرفو انو حالة الطقس مش تكون لهنا متقلب. نمر للصورة الموالية دونك لهنا هي لبقاء دونك في هذه الصورة هذه دونك انواع من السحب التي يمكن رؤيتها في السماء. بطبيعة لهنا السحاب متاعي دونك فما ثلاثة أنواع ولا لهنا مجموعة من الأنواع، عندي نوع اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. دونك نجم نشوف هدايا السحاب الطبقي المتوسط، عندي المزن الطبقية، عندي السحاب الركامي الطبقي، عندي السحاب الطبقي المنخفض، عندي السحاب الركامي المتوسط، عندي السحاب الطبقي المرتفع، وعندي لهنا دونك لهنا السحاب الركامي. هذوما بعض الأنواع من السحاب. نجم نتعدى للصوره المواليه، ماكوش مطالبين انكم تحفظوهم ولكن تنجموا لهنا يلزمكم تبدا عندكم بعض المعرفه البسيطه. دونك الصوره المواليه هذه هي خطوط الضغط الجوي. دونك قلنا احنا عرفنا الضغط الجوي، اذا كان الضغط الجوي نفسه في كل نقطه من الغلاف الجوي، اذا كان الهواء في حاله توازن، اذا كان عندي نفس الضغط الجوي معناتها الهواء باش يكون متوازن، وبالتالي لما وجدت الرياح او الكتل الهوائيه، معناتها وقت اللي كان جا عندي انا نفس الضغط الجوي ما عنديش ريح وما عنديش كتل هوائيه. بطبيعه لهنا باش نعرفوا الضغط الجوي، قياس الضغط الجوي ونثبتوا انه ماهوش نفس، معناتها ماهوش عنده قيمه كونستانت، معناتها عنده فالور قيمه ثابته. بطبيعه لهنا عندنا خرائط طقس اللي هي كما نشوفوا لهنا على الرسم نتاعنا على الشاشه، عندنا خرائط نتاع الطقس فيها خطوط تساوي الضغط او الضغط او الايزوبار. الخطوط هذه هي خطوط الضغط الجوي، دونك نلاحظوا لهنا فوالا هيك عندنا لهنا مختلفين. اوكي دونك لهنا هذوما دونك كيف كيف لي فالور ماهمش كيف كيف، لي فالور بطبيعه لهنا يبدو مختلفين مش نفس الفالوريت اللي لاحظوا. اذا لهنا خطوط تساوي الضغط الجوي من تحديد معرفة أنظمة الضغط المختلفة من منخفضات جوية ومرتفعات جوية. إذا بطبيعة لهنا باش توريني المنخفضات وباش توريني المرتفعات، خاطر قلنا إنه الضغط الجوي عنده علاقة بالمنخفضات والمرتفعات. إذا نجم نوريكم صورة أخرى
نتاع المنخفض الجوي والمرتفع الجوي والضغط الجوي. دونك لهنا ولا عندي الصوره هذه زيد، دونك عندي ضغط مرتفع ضغط منخفض. دونك هاش بي معناتها مرتفع، بي بي معناتها منخفض، وعندي اتجاه الريح او اتجاه الريح لهنا ولا. دونك لهنا عندي هاش بي، لهنا عندي بي بي، ضغط منخفض وضغط مرتفع. فوالا دونك نجم زيد نوريكم الصوره هذه، عندي منخفض جوي لهنا وعندي مرتفع جوي. دونك وقت يبدا عندي سهم متجه الى الفوق معناتها منخفض، وسهم الى الاسفل معناتها مرتفع جوي. دونك السهم هذيك هي ترمز الى اتجاه الرياح. اوكي فوالا. دونك لهنا جبهه دافئه، جبهه بارده، جبهه مسدوده، وجبهه ثابته. عرفنا الجبهه دونك في الاول ما بدينا نفسره في الدرس نتاعنا. فوالا دونك هذوما بعض الرسوم المهمه في الدرس. عندي زاده نجم نوريكم لهنا دونك فوالا هيك الجبهه البارده ما بين هواء بارد وهواء ساخن. اوكي فوالا. دونك لهنا عندنا الرسم هذا هو اليتاريال، معناتها رسم حقيقي، هو مقطع لجبهه بارده. هاكا هذا هو مقطع لجبهه بارده، هاكا عندي هواء ساخن وعندي هواء بارد، هيك الجبهه نتاعي. فوالا دونك عندي كتله بارده وكتله ساخنه. اذا هذا دونك اتجاه لهنا ولا هذا اتجاه تنقل الجبهه، هاكا موجود لهنا كيفاش تتنقل الجبهه نتاعي. اوكي هاكا السهم هذا زاده يعاوني. فوالا دونك هذوما بعض الرسوم. النجم زاده نوريكم رسوم اخرى. اوكي دونك لهنا هاكا مقطع لجبهه دافئه، هذا مقطع لجبهه دافئه وهذا مقطع لجبهه بارده. هاكا نلاحظوا فما فرق بيناتهم. فوالا نجم دونك لهنا عندي عدة رسوم اللي تنجم تعاونكم. دونك عندنا لهنا خريطة هي لجبهة حارة وجبهة باردة، هيك الخريطة نتاعنا. فوالا فيها سرعة الريح، اتجاه الريح، درجة حرارة الهواء، حالة الطقس. عندنا بعض الرموز الأخرى، دونك طقس هادئ، سرعة الريح واتجاه الريح. فوالا هذه معناتها طقس هادئ. عندي 5 عقد، 10 عقد، 15 عقدة، 20 عقدة، 50 عقدة، 65 عقدة. معناتها المصطلح هذايا راه موجود، قولوا رياح معناتها في النشرة الجوية موجود مصطلح العقد. فوالا دونك عندنا لهنا نجم نوريكم زاد السحب اللي حكيت لكم عليها في أول ما بديت نحكي لكم على السحب. دونك فوالا هذه الرسوم نتاعنا. عندي هذايا هو السحاب المزني، هوكا لاحظوا اللي هو شكل سحابة كبيرة وسميك تويني. ولهنا عندنا السحاب الركامي المنخفض، كما قلت لكم اللي هو يبدو على شكل غيوم صغيرة متناثرة في السماء. فوالا دونك هذه زاد الرسمة هذه يوضح لنا بالكدا حالة الطقس. دونك لهنا عندنا انواع السحب 3 موجودة. فوالا دونك لهنا 12000 ملم، 2000 ملم. فوالا دونك هذايا هو بعض تلخيص الدرس نتاعنا. كيما قلت لكم الدرس راه كله تعريف، كله رسوم. انتم حاولوا لهنا ان شاء الله معناتها الصور هذه باش تلقوها موجوده على سبوره نت، موجوده في شكل بي دي اف، تنجموا تتبعوا خير هكايا. وكان عندكم اي معناتها استفسار ما عليكم كان تتصلوا باداره المنصه.